السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة سوزوكي سيلاريو، أرخص عربية هاتشباك بناء الحركة أوتوماتيك في مصر. فصل صغير ونرجع نتعرف عليها. موديل 2022 من العربية هو الجيل الثالث منها. الجيل الأولاني بدأ سنة 2008 واستمر لحد 2014 تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 6 سنين. وبعد ال6 سنين دول بدأ من 2014 لحد 2021 الجيل الثاني من العربية، وبعد كده من 2021 بدأ الجيل الثالث واللي استمر معانا لحد النهاردة في 2022، وطرح بعد ما طرح في الهند مباشرة عندنا في السوق المصري بأشهر قليلة، ودي برضه يعتبر نقطة مهمة جدا. طيب، العربية في السوق المصري بتطرح ب4 فئات، وطبعا زي ما اتفقنا في البداية قلنا ان هي ارخص هاتشباك بناء الحركة اوتوماتيك في السوق المصري، ولكن نقل الحركة الاوتوماتيك ده موجود في الفئة الرابعة والاعلى تجهيزا من العربية اللي هي قدامنا دلوقتي. بس خلينا نبتدي معاك بسعر الفئة الاولى. سعر الفئة الاولى 212,000 جنيه، بعد كده عندنا الفئة الثانية بتزيد حوالي 10,000 جنيه، فبيكون سعرها 222,000 جنيه، بعد كده زيادة 5,000 جنيه عشان توصل لسعر الفئة الثالثة 227,000 جنيه، واخيرا الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا ب 240,000 جنيه. تسعير العربية عليه كلام كتير وعليه جدل كتير، لان احنا بنتكلم على ارخص عربية. المنافسين بتوعها او البدائل بتوعها، خلينا نقول الفرق ما بينها وما بينهم مش كبير في السعر، بنتكلم في حوالي من 4000 لحد 7000 جنيه فرق. ممكن تاخد بدائل ممكن تكون بالنسبة لك افضل في التجهيزات بتاعتها، ولكن النهاردة هنتعرف على سيلاريو الفئة الرابعة والاعلى تجهيزا منها بناقل الحركة الاوتوماتيك، وخلونا نبتدي بالتجهيزات الموجودة في مقدمة العربية. يلا بينا. التجهيزات في مقدمة العربية مش كتير، والفروق ما بينها وما بين الفئات اللي تحتها في هنا في الفئة الرابعة برضو مش كتير. يعني مبدئيا التجهيزات هنلاحظ ان منظومة الإضاءة الأمامية بالكامل بتيجي هالوجين، سواء الإضاءة الرئيسية العالي الواطي إضاءة الإشارات أو حتى الفوج لايت. والفوج لايت هنا هو اختلاف كبير ما بين الفئات الأربعة، لأن الفوج لايت موجود في الفئة الثالثة والرابعة. بالمناسبة الفئة الثالثة تجهيزاتها هي نفس التجهيزات اللي موجودة في الفئة الرابعة، ولكن الفرق ما بينهم هو نقل الحركة. في الفئة الثالثة بيكون مانوال، في الفئة الرابعة هنا بيكون أوتوماتيك. فبالتالي الفوج لايت موجود في الفئة الثالثة والرابعة، مش موجود في الفئات الأولى والثانية. لكن تطعيمات الكروم اللي موجودة هنا موجودة غالبا في كل الفئات، مش متأكد من المعلومة دي. هنلاحظ كمان الشبكة الأمامية شكلها رايق شوية. هنلاحظ كمان فتحات التهوية اللي موجودة السفلية اللي موجودة هنا برضو بتدي منظر شيك للعربية، ومفيش تصفيح أسفل المحرك، لأن احنا طبعا بنتكلم في فئة اقتصادية فأكيد المحرك هيكون عليه كلام. تعالوا بقى نتنقل على المحرك ونتكلم أكتر على أدائه وعلى أخباره. يلا بينا. منظومة الحركة في سوزوكي سيلاريو هي نقطة القوة أو كلمة السر في نجاح العربية دي، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي عندنا. العربية دي كانت موجودة قبل كده في السوق المصري في أجيالها اللي فاتت، وكان في نجاح كبير بس غابت عننا فترة ورجعت دلوقتي. طيب، الأرقام بتاعت منظومة الحركة أرقام كلها متواضعة، باستثناء رقم كل ما كان متواضع وقليل كل ما الناس بتنبسط أكتر، وهو رقم معدل استهلاك البنزين. وخلينا نبتدي بيه. معدل استهلاك البنزين في العربية هنا بنتكلم في 3.8 لحد 4 لتر لكل 100 كيلومتر العربية تمشيهم، وده رقم يعتبر ممتاز جدا جدا جدا. طيب، بالنسبة لمنظومة الحركة وأرقامها المتواضعة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، فهي مكونة من محرك بسعة 1 لتر أو 1000 سي سي، بيجي طبعا 3 سلندر، متوصل على نقل الحركة يدوي من 5 سرعات في أول 3 فئات، وفي الفئة الرابعة اللي معانا النهاردة بيجي بنقل الحركة أوتوماتيك. طيب، المنظومة دي بتطلع قوة حصانية سواء لنقل الحركة المانوال أو نقل الحركة الأوتوماتيك، بيبقى 66 حصان والعزم بيوصل ل 89 نيوتن متر. طبعا المتوقع من منظومة حركة متواضعة وعربية اقتصادية إن ما يكونش فيه تصفيح أسفل المحرك، ولا بطانة في بطن الكبوت، ولا حتى مساعدين لرفع الكبوت. وطبعا العربية بتتارجت بشكل
اساسي او بتستهدف بشكل اساسي البنات اللي بيسوقوا لسه جديد او الناس اللي بتتعلم السواقه جديد بشكل عام او الناس اللي عندها مشاوير كتير ويوميه ومحتاجه معدل استهلاك بنزين قليل عشان توفر على قد ما تقدر. فبالتالي العربيه دي بتتارجت شريحه كبيره جدا من العملاء. ده كده ما يتعلق بمنظومه الحركه. بالنسبه لتنظيم نظام التعليق مهم برده، مكفرسن امامي وبيجي تورشن بيم خلفي، تورشن بيم برده مش وحش على عربيه زي دي. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه. تعالوا بقى نتنقل على جنب العربيه، يلا بينا. السيلاريو تعتبر هاتشباك صغيره في الحجم شويه، يعني خليني كده واقف قدام العربيه علشان تتعرف على ابعادها بالنسبه لحجمها هتبقى عامله ازاي. وخليني اقول لك كمان على الارقام الرسميه بتاعت ابعاد العربيه. مبدئيا طول العربيه الاجمالي بنتكلم في حوالي 3 متر 69 سنتي، اما بالنسبه للعرض فبنتكلم في حوالي متر 65 سنتي في الحدود دي، اما الارتفاع بتاع العربيه فهو متر 55 سنتي. طول قاعده العجلات بتاعت العربيه من العجله للعجله بتبقى حوالي 2 متر 43 سنتي بالظبط. الخلوص الارضي 17 سنتي. 17 سنتي يعتبر رقم كويس جدا بالنسبه لعربيه هاتشباك في الحجم ده، فالعربيه تعتبر عاليه الى حد ما عن الارض. اما بالنسبه للتجهيزات اللي موجوده في جنب العربيه فخليني اقول لك ان في فروق لطيفه ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم، او عفوا الاربع فئات اللي بتطرح بيهم العربيه في التجهيزات الخارجيه. مبدئيا عندنا الجنط. الجنط هنا نلاحظ ان هو جنط المنيوم بيجي باللون الاسود، بيجي بنقشه رياضيه مقاسه 15 انش. اما في الفئه الاولى والثانيه فبيكون جنط حديد، ما بيكونش جنط المنيوم. هنلاحظ كمان هنا الاشارات الجانبيه ليها غمازات موجوده على الرفرف الجانبي اليمين والشمال. المرايات الجانبيه ومقابض الابواب هنا في الفئه الرابعه وكمان في الفئه الثالثه اللي قبلها بتكون بنفس لون العربيه، وده برضو ميزه او اوبشن اضافي. اما في الفئه الاولى والثانيه فبتكون المقابض بتاعت الابواب والمرايات بتكون بلون اسود. هنا كمان في الفئه الرابعه بيكون الضبط بتاع المرايه كهربائي من جوه العربيه، اما الطي فبيكون يدوي بالشكل ده في كل الفئات، مفيش اي اختلاف. طيب ما عنديش ازاز فمي. الازاز بتاع السائق اللي موجود هنا بيبقى اوتوماتيك، يعني بدوسه واحده بيفتح ودوسه واحده بيقفل. وهنلاحظ كمان الفاصل هنا بيبقى بنفس لون العربيه، مفيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بالتجهيزات الخارجيه من جنب العربيه، وابرز الفروق في الاختلافات دي او ابرز الفروق في التجهيزات دي ما بين الفئات الاربعه. تعالوا بقى نتنقل على الظهر، يلا بينا. اكتر تجهيزات موجوده في الظهر هنا موجوده في الفئه الرابعه، وهنلاحظ ان مفيش فيها كاميرا خلفيه، وده معناه ان العربيه ما بتنزلش بكاميرا خلفيه نهائيا برغم وجود شاشه هنا في الفئه الرابعه هنتعرف عليها لما نركب قدام. ولكن عندي سنسور ركن خلفيه وتحديدا 2، واحد موجود على اليمين وواحد موجود على الشمال جنب عواكس الاضاءه اللي موجوده هنا واللي حواليها فريم باللون الاسود. طيب هنلاحظ كمان ان الاصطدام الخلفي واخد يعني تشكيله كده رياضيه في الشكل بتاعها. المساحات الخلفيه كمان من الحاجات اللي مش مشتركه ما بين الفئات، يعني هتلاقوها موجوده في الفئه الثالثه والرابعه واعتقد الثانيه لكن الاولى ما فيهاش. عندنا كمان الازاز الخلفي بيكون ازاز عادي حجمه صغير شويه، جواه سخانات عشان الشبوره والضباب. وهنلاحظ كمان الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين. الفانوس الخلفي الاضاءه بتاعته كلها بالكامل كمان بتيجي هالوجين. واحده من ابرز نقاط القوه في العربيه هو المساحات الحقيقه، سواء المساحات بتاعت الجلوس للركاب اللي قدام او حتى المساحه بتاعت الشنطه اللي متعرف عليها دلوقتي. مبدئيا ده مقبض الشنطه بيفتح بشكل عادي جدا. مساحه الشنطه هنا في العربيه بنتكلم في حوالي 295 لتر، مساحه تعتبر على عربيه هاتشباك حلوه جدا، ولكن بيعيبها نقطه صغيره جدا وهي انه المساحه جايه بعمق مش لجوه، فبتلاقي من تحت كده ممكن يعمل لك شويه مشاكل في عمليه التحميل. ولكن بشكل عام 295 لتر على عربيه هاتشباك يعتبر رقم محترم جدا. عندك رف موجود هنا بلاستيك عشان يغطي، وعلشان ممكن تستخدمه كمان وتحط عليه حاجه، وتحت في عندنا كمان الجزء الخاص بالاستبن بيجي طبعا بجنط احتياطي 80 كيلومتر، وطبعا العده الخاصه بالجنط اللي هو الكريك والمفك وما الى ذلك. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربيه. تعالوا بقى نتنقل للمقصوره الداخليه للركاب ونبتدي بالكنبه الخلفيه في سوزوكي سيلاريو، يلا بينا. وصلنا للكنبه الخلفيه في سوزوكي سيلاريو، وخلينا نقول ملحوظات كده سريعه متعلقه بالفئه الرابعه تحديدا من العربيه، لان هي اعلى تجهيزا، ومع ذلك هنلاحظ ان الفرش في العربيه بيكون من القماش بالكامل، سواء هنا في المقاعد الخلفيه او حتى في المقاعد الاماميه. النقطه الثانيه هنلاحظها هو انه مساند الراس بتاعه المقاعد الاماميه مدمجه داخل الكرسي بشكل رياضي الى حد ما، طبعا مع ان الفرش بيجي من القماش لكن المقاعد واخده شكل رياضي بالذات المقاعد الاماميه. النقطه الثالثه هي نقطه انه الازاز الخلفي ما بيكونش كهرباء في كل الفئات، في الفئات الاولى من العربية
العربيه اعتقد الفئه الاولى والثانيه او الفئه الاولى بس بيكون الازاز الخلفي يدوي او مانوال. الاحظ هنا ان هو بيجي كهربائي ولكن الزراير بتاعته مش موجوده هنا في الباب، بتبقى موجوده هنا مكان التجهيزات اللي بتبقى المفروض ان هي موجوده في النص هنا، لكن مفيش هنا تجهيزات خالص ولا فتحات يو اس بي ولا فتحات تكييف ولا اي حاجه. هلاحظ كمان انه ما عنديش مسند ايد خلفي في العربيه هنا، ولكن الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 علشان تزود مساحه الدخول للشنطه او مساحه التخزين بتاعه الشنطه. طيب هنلاحظ كمان انه مساند الراس في الكنبه الخلفيه مدمجه برضو في الكنبه او في الظهر بتاع الكنبه، يعني مساند الراس في العربيه بشكل عام ما بتتحرك من مكانها. طيب بالنسبه للماتيريال المستخدم في الابواب فبيكون من البلاستيك، كله من البلاستيك، مفيش اي تطعيمات اخرى غير البلاستيك. مساحه التخزين صغيره، بتاخد يعني ايه ممكن ازازه ميه كبيره مع ازازه ميه صغيره او كوبايه مثلا ممكن تحط فيها كوبايه او حاجه. بالنسبه للمساحات فهي نقطه قوه مميزه جدا هنا في العربيه الحقيقه، سواء مساحات الراس اللي موجوده هنا او حتى مساحات الركبه او مساحات تحت الارض او تحت على الارضيه بتاعه العربيه اللي هو المساحات بتاعه الرجل يعني. فبشكل عام المساحات في العربيه كويسه جدا، ولكن انا بطولي ده مسند الراس خابط في ظهري من فوق فده مضايقني شويه، ومع ذلك انا ما عنديش الاوبشن ان انا اعدل الراس بتاعه او مسند الراس بتاع الكرسي، فبالتالي طول ما انا قاعد هضطر ان انا قاعد كده بالشكل ده، يعني القعده على المسافات الطويله مش هتبقى مريحه قوي. وخلينا نتفق ان العربيه اصلا مش معموله للمسافات الطويله قوي، يعني مش بتاعه سفر للغردقه او شرم يعني، بس ممكن تسافر بيها اسكندريه، ممكن يعني ايه مطروح، يعني اخرك مطروح، متهيألي اكتر من كده هيبقى صعب جدا على العربيه. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه، تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على التجهيزات الداخليه وعوامل السلامه والامان في سوزوكي سيلاريو 2022. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في سوزوكي سيلاريو، وخلينا نبتدي بعوامل السلامه والامان اللي هي تعتبر واحده من اهم النقاط، خلينا نقول اللطيفه في العربيه، ما هياش وحشه وما هياش حلوه يعني مقارنه بالسعر اللي بتدفعه في العربيه. بالاضافه لنظره سريعه كده لمنافسنا فهنلاقي ان عوامل السلامه والامان في العربيه مقبوله الى حد كبير. عندنا 2 اير باج موجودين في العربيه، وان كانت دي نقطه ضعف لكن عندنا 2 اير باج موجودين، وده الطبيعي في الفئه الاقتصاديه من العربيات، اير باج للسائق واير باج للراكب الامامي. اما بالنسبه لبقيه انظمه السلامه المتعلقه بالفرامل على سبيل المثال فعندنا الاي بي اس او نظام الفرامل مع الانغلاق، الاي بي دي التوزيع الالكتروني للفرامل، والاي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، والموجود في الاربع فئات مفيش فيه اي اختلاف. ولكن هنا في الفئه الرابعه عندنا اختلافين صغيرين او اضافتين صغيرين موجودين في عوامل السلامه والامان. اول اضافه موجوده مرتبطه بنقل الحركه الاوتوماتيك، وهي الهاند لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات، وده مرتبط بنقل الحركه الاوتوماتيك ولذلك هو مش موجود في الفئات الثلاثه اللي قبل الفئه الرابعه. بعد كده عندنا كمان حساسات الركن الخلفيه لو اعتبرناها من عوامل السلامه والامان فهي موجوده في الفئه الثالثه والرابعه، مش موجوده في الفئه الاولى والثانيه. ما عدا ذلك فرامل الايد بتيجي يدويه في الاربع فئات مفيش فيها اي اختلاف، وبالتالي كمان عندنا نظام التحذير من عدم ربط حزيمه الامان، نظام مانع ضد السرقه، وعدم اداره المحرك، ده برده موجود في الفئات الاربعه مفيش فيه اي اختلاف. تعالوا بقى نتنين بعد كده على الحاجات اللي فيها ديكوريشن او الحاجات اللي هي التجميليه اللي موجوده في الطابلو من قدام. مبدئيا عندنا الطابلو بالكامل بيبقى من البلاستيك، الابواب الاماميه بالكامل بتبقى من البلاستيك، عجله القياده بالكامل بتبقى من البلاستيك، العربيه كلها تقريبا من البلاستيك، وان اختلفت النقشه بتاعته او اختلفت درجه اللون الى حد ما، ولكن في الاخر العربيه كلها من البلاستيك، وده برده المتوقع من الفئه الاقتصاديه. البلاستيك الموجود بلاستيك شكله شيك، والملمس بتاعه مش مؤذي للايد، وشكله كمان مش مؤذي للعين، فبالتالي برضو مش هتحس قوي ان العربيه وحشه او تقفلها وحش، بالعكس العربيه تقفلها كويس جدا ومحترم جدا، ويعني مناسب جدا على الفئه الاقتصاديه اللي بتنافس فيها، وان كان في كلام على السعر مره ثانيه. طيب بالنسبه للاوبشنز الموجوده بقى في مقدمه العربيه، مبدئيا عندنا تطعيمات من البلاستيك باللون الرصاصي موجوده حوالين فتحات التكييف، وزي فريم حوالين الشاشه اللي موجوده هنا، ودي واحده من ابرز الاختلافات في الشكل فيما يتعلق بالطابلو من قدام. نلاحظ كمان نقطه الشاشه، الشاشه هنا طبعا اولا انا بدور العربيه بمفتاح عادي في الاربع فئات، مش ستارت ستوب انجن. عندنا شاشه هنا وسطيه بتيجي مقاسها حوالي 7 انش تقريبا، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، فويس كوماند او اوامر صوتيه، وعندنا كمان امكانيه توصيلها بالتليفون عن طريق البلوتوث او من عن طريق اليو اس بي اللي موجود هنا، عندك فتحه يو اس بي تايب اي موجوده، وفتحه 12 فولت كمان موجوده هنا. طيب التاتش بتاعها سريع وبيستجيب بسرعه، والايكونز بتاعتها او يعني الانترفيس بتاعها كمان لطيف جدا، وفيها سلايد منيو عشان ممكن تقفل
تقفل او تفتح السيستم بيب مش عايز تخليه يشتغل، الادر بتاع الهوم سكرين عايز تحط صوره، يعني فيها اوبشن كتير جدا على عربيه بالسعر ده وفي الفئه دي تحديدا، وان كان في كلام على السعر برضه. طيب هنتنقل بعد كده بقى للزراير اللي تحت الشاشه اللي موجوده هنا. طبعا الشاشه دي مش موجوده في كل الفئات اتفقنا. الزراير اللي موجوده هنا زرار اللوك الخاص بالابواب، بعد كده زرار الخاص بالازاز بتاع السائق والازاز هنا بتاع الراكب الامامي، وبعد كده عندنا اللوك بتاع الازاز والزرار الخاص بالانتظار. ننزل لتحت شويه، التكييف بيجي عباره عن ثلاث بكرات، بكره للتحكم في مستوى درجه الحراره، بكره للتحكم في مستوى المروحه او درجه او شده المروحه، ومستوى للتحكم في التوجيه بتاع الهواء. وعندنا كمان سلايد هنا موجود علشان تجيب الهواء من بره العربيه او من جوه العربيه، وزرارين خاصين بالاي سي وزرار خاص بالجزء المتعلق بسخانات الشبوره والضباب اللي موجوده تحت. لو نزلنا لتحت فتحه اليو اس بي وال12 فولت، بعد كده عندك مساحه صغيره للتخزين واثنين كاب هولدر وعصايه نقل الحركه، بعد كده فرامل الايد اليدويه اللي موجوده، مفيش مسند ايد امامي موجود هنا في العربيه بفئتها الاربعه. بنتنقل على عجله القياده اللي تيجي من البلاستيك، زي ما قلت لكم البلاستيك اللي موجود فيها بلاستيك كمان شكله شيك ما هوش وحش في الممس بتاعه. بتيجي مالتي فانكشن، في عباره عن مجموعه ازرار موجوده على شمال عجله القياده، بتبقى عباره عن ازرار للتحكم في الانفوتيمنت سيستم الموجود هنا، وازرار تحت منها موجود علشان فتح وقفل المكالمه والفويس كومنت او الاوامر الصوتيه. على يمينك مفيش حاجه خالص، يعني مفيش كروس كنترول في العربيه. عجله القياده كمان قابله للتحرك في اتجاهين فقط اللي هما لفوق ولتحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اما بالنسبه لشاشه العدادات فهي شاشه كمان بسيطه جدا وسمبل جدا، عباره عن مؤشر او عداد كبير موجود للسرعه، وتحت منه في شاشه صغيره كده دائريه بتاخد فيها بقى عداد الار بي ام والمؤشر بتاع نقل الحركه والعربيه مشيت كام كيلو والفيول كونسامشن بتاعك او معدل استهلاك البنزين. ما عدا ذلك شاشة عدادات بسيطة جدا ورقيقة جدا الحقيقة. على شمالك هنا وحدة التحكم في مجموعة من الاوبشنز الموجودة، في عندك زرار الاوتو هولد، وفي عندك زرار الاي اس بي اللي هو نظام الاتزان الالكتروني لو عايز تفتحه او تقفله، وعندك كمان زرار السنسور لو عايز تقفلها او تفتحها او تعملها دي اكتيفيت، وعندك كمان هنا مجموعة ازرار متعلقة بالتحكم في اتجاه المرايات الجانبية اللي زي ما اتفقنا ان المرايات الجانبية هنا في الفئة الرابعة بيكون الضبط بتاعها كهربائي من جوه العربية، اما الضم فبيكون اوتوماتيكي في الاربع فئات، مفيش فيه عفوا الضم يدوي عفوا في الاربع فئات من العربيه. المرايه الخلفيه هنا بتبقى مرايه التعتيم بتاعها تعتيم يدوي، الشمسات اللي موجوده هنا فيها مرايه لكن ما فيهاش كفر مش متغطي، وهنا فيها مرايه برده بس ما فيهاش كفر ومش متغطيه. هنا عندنا الاضاءه الداخليه بتبقى اضاءه هالوجين عاديه مع مايكروفون اللي موجود هنا في حاله توصيل التليفون عايز تتكلم مع حد في مايكروفون موجود هنا. وعندك طبعا مقابض ابواب، هنا في مقبض عشان النزول لكن هنا ما فيش مقبض، هنلاحظ انه عند باب السائق هنا ما فيش مقبض موجود، مقبض ده موجود في الثلاث اتجاهات فقط. ده شكل المفتاح بتاع العربيه، خلونا برضو اوريه لكم. ده شكل المفتاح، مفتاح تقليدي عادي زي بتاع عربيات سوزوكي بشكل عام، مع زرارين، زرار للفتح وزرار للقفل. كده نكون خلصنا ما يعني قدرنا عليه او كل المعلومات المتوفره على سوزوكي سيلاريو 2022 اللي طرحت النهارده الصبح في السوق المصري، صورناها لكم على طول. نشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.